هذا الموضوع موجود في كافة دول المنطقة وليس فريد فقط أو ينطبق فقط على دولة قطر، ودولة قطر بالعكس هي تقع في أسفل القائمة. هذه الادعاءات التي يتم إرسالها كل يوم من مسؤولين على أن دولة قطر تتدخل في شؤونها ودولة قطر أضرت في أمنها هي ادعاءات باطلة. وجود حماس في قطر لا يعني أن هناك دعم لحماس في قطر، وجود حماس هو وجود تمثيل سياسي.